ليش عجب ما قبلت انه ترشيح لرئاسة الاتحاد بالبصرة، يعني ليش ابتعدت عن هذه الفكرة رغم انه اعتقد ان عرض عليك هذا الموضوع؟ اي هو هذا الموضوع موضوع الاتحاد يمكن يتعلق بي شخصيا، يعني شخصيا انه انا يعني مثلا مزاجي او غير ملتزم بهذه الامور الاداريه، يعني انه اتحاد وجلسه وكذا هاي الترتيبات، مع اعتزازي بهذه المؤسسه الام اللي خرجت شعراء واحتضنت شعراء واحتوت شعراء، بس هو هاي المشكله بي، يعني انا اشوف نفسي اذا قدمت رشحت الكل راح يشتري خاطري، ممكن يعني افوز مثلا، بس ما راح اقدم له الشيء اللي هو يطمح له، فاعتذرت مسبقا. يعني انت من هذا الباب لو من باب انه تشوف مجال الشعر الشعراء ما يستحقون التعب؟ لا، مو الشعراء ما يستحقون التعب، اكو مشكله ثانيه او اكو سبب يعني هو الرئيسي، السبب الاوحد انا اعتبره انه هي المؤسسه، هي مؤسسه شكليه. تقول لي يعني هي ما جاي تأدي دورها، ماكو مقومات مقدمه مثلا من دوله، من محافظه، من شيء، ما عندهم. يعني اكو منحه فد رقم رمزي كان يجي بالسنه، وهسه حتى هذا الرقم هم راح، فيعني مساكين، بمعنى مو انه الاحتياج الى الناس، مساكين الى الدعم، مساكين الى يفتقرون الى ابسط مقومات الثقافه، منصه عفوا منصه ومكان زين، يعني انه احنا مكان معدوم. والله صحيح.